أهلاً بالجميع. أخبر باران ديلان أخيراً أنه لا يريد الطلاق. أخبر باران ديلان حبه بالدموع. ثم سيأتي بريفان. لهذا السبب لن يتمكن ديلان من إخبار باران بمشاعره. سيعتقد باران أولاً أن ديلان لا يزال يريد الطلاق والمغادرة. باران حزين جداً. ديلان ستخبر قادر بما حدث. سيدرك باران لاحقاً أن ديلان مغرم به أيضاً. والاعتراف بالحب الذي كنا ننتظره سيأتي من ديلان. لا أستطيع الانتظار لمشاهدة حب ديلان وباران. يجب على ديلان وباران تجربة حبهما، ويجب على آزاد ألا يعيق هذا الحب. أولئك الذين يفكرون مثلي، يرجى الضغط على زر الإعجاب في الفيديو. قال باران إنه لا يستطيع حتى التنفس بدون ديلان. سيصاب ديلان بالصدمة ولن يتمكن ديلان من إعطاء باران الإجابة التي يريدها. سيرا ديلان طلب الطلاق مرة أخرى لاحقاً. سيكون ديلان خائفاً جداً من خسارة باران. سيقول ديلان في النهاية إنه لا يريد المغادرة، وأنه يريد أن يستيقظ وينظر في عيون باران كل يوم. قامت العمة بريفان بحبس باران وديلان في الغرفة. وجد باران مفتاح الباب، لكنه لم يظهر المفتاح لديلان. يقع باران وديلان في السرير أثناء الجدال. سيطلب ديلان من باران أن يفتح الباب على الفور. سيسأل باران ديلان لماذا لا يستطيع الانتظار حتى يذهب. سيقول ديلان أن باران يريد الطلاق بشدة. سيعترف باران بأنه لا يريد الطلاق. حان الوقت ليعترف باران وديلان بحبهما، لأن آزاد سيأتي لإزعاج باران وديلان. سيوقف بريفان آزادي بتوجيه بندقيته. شكراً لك، العمة بريفان. أولئك الذين يحبون العمة بريفان، يرجى الضغط على زر الإعجاب بالفيديو. سيخبر ديلان محادثة باران عبر الهاتف. سيقول باران إنه وكرم تحدث عن القضية التي رفعها ضد ديريا. وصل آزاد ويريد رؤية باران. ستطلق بريفان النار في الهواء، وستقول العمة بريفان إنها لا تستطيع منع الحب بين باران وديلان. بعد أن لمس باران شعر ديلا وأعاده للخلف، ذاب كلاهما واحتفظ بقلوبهما. لقد كاد أن يفقد قلوبهما. المحامي كيرن ذكي ووسيم في نفس الوقت، وعيناه جميلتان للغاية. أقسم أنه لن يكون هناك أي سوء فهم بعد الآن. لقد شعرنا بالملل الشديد، لكن دع الاعتراف يأتي الآن. إذن سيقول ديلان وباران أنهما يحبان بعضهما البعض أثناء القتال، وإلا فلن يكون هناك تفسير آخر لسوء الفهم هذا، فيرجى ترك الأمر كذلك. أولئك الذين ذابوا من الطريقة التي مسح بها باران دموع ديلان بسذاجة وأمسك بذقنها. قالتها الأخت قادر جيدا، كل ما يدور في قلبك نفس الشيء يحدث في قلب باران. ما لا أفهمه هو لماذا ينتظر الجميع خطوة ديلان الأولى. لقد كان هو الذي جاء كسجين وتعرض لمختلف أنواع التعذيب. إذا كان باران يحبك، عليه أن يتصرف بشفافية. الباراني الذي كان شجاعا جدا أثناء التعذيب لا يستطيع الآن فتح فمه. أنا أحب أخوة باران وجيهان يقدمان النصيحة لباران بشأن ديلان ويقولان الحقيقة. أرى كيف تنظر إليه، أنت لا تلاحظه، لكنني أفهم أنه لا يظهر الأمر بهذه الطريقة أيضا. لكن كل شيء واضح. أظهري حبك، اجعليه يشعر بذلك، أخبريه بما ستخسره، وقولي ماذا تريد. ابتسامته تقول لقد كبرت كثيرا. أخيرا اعترف ديلان لنفسه بأنه يحبها، والآن حان الوقت لنخبر بعضنا البعض. لقد كان جميلا جدا أن الوردة لم تصمت. أحسنت إليك يا وردة، لقد كنت أشجع من لسانك. أقسم بالله مشاكلهم لا تزعجهم. إذا سمحوا له بالذهاب إلى منزل صيفي لمدة أسبوع، فسيعود مسرعا ولا أحد يستطيع أن يفهم. أقسم أنه سئم من سيفري ومشاكل الفتاة الصغيرة. يا له من امتداد سخيف. كنت سعيدا أيضا عندما نادت ديلا باران باسمه. وبينما كان باران يخلع ملابسه، دخل ديلان الغرفة، وكان باران سعيدا أيضا.
ونزل باران من السيارة وفتح باب ديلا وتمدد مد يده ومدت ديلا يدها لباران، وكان جميلا جدا أن هذه المشاهد أسعدت من فرح بهذه المشاهد. الآن أفهم سبب سقوط باران، ليس لأنه أصيب برصاصة، ولكن لأن ديلان قال لباران لقد أصيب برصاصة في القلب، كان الأمر صعبا. من فضلك دع ديلان تخبر زوجك أنك لا تريد الطلاق بعد الآن. من الجميل أن ديلان قال لا تتركني بدونك تماما كما قال باران. لا تقل أندريا لم تقل أنها ستتزوج حسن لأنها ستصبح كارابي بهذا المعدل. مشهد الغمز كان لطيفا جدا، وهو يضحك وباران ينظر إليه بصدق كما لو كان يذوب في الداخل. أضحكتني آزاد في هذه الحلقة. أزاد، لماذا ذهبت إلى المنزل الصيفي؟ تنفسنا الهواء النقي مع العالم. يبدو الأمر كما لو أنه لا يوجد هواء نقي هنا. هناك رسالة من والدة باران. كثير من حالات الحب انتهت بسبب الكبرياء. كيف يمكن للمرء أن يتحمل هذا الحداد؟ وضع باران وديلان مفجع. حتى القدر يعتقد أن الزوجين سيعبران عن حبهما لبعضهما البعض قريبا جدا. والدة باران ستكون بلسما لجراح الزوجين بالملاحظة التي تركتها على صفحة في الماضي. هذا المشهد له معنى كبير. والدة باران توجه رسالة رسميا إلى ابنها وزوجة ابنها. يجب على باران وديلان الآن أن يفتح أعينهما ويحاول رؤية الحقيقة. لا ينبغي أن ينتهي هذا الحب في قاعة المحكمة. كيف وجدتم هذه الحلقة؟ دعونا نلتقي في التعليقات. تم التوقيع على أوراق الطلاق. هل سيحدث الطلاق؟ آخر خروج لديلان وباران قبل الطلاق. الثنائي إما أن يعترفوا أو يدفنوا هذا الحب في قلوبهم. باران وديلان هما نبعان مرة أخرى. يمكنهم الآن أن يكتبوا في مذكراتهم أنهم وقعوا على أوراق الطلاق وهم يبكون. كيف توصلت إلى موضوع الطلاق هذا عندما كان كل شيء على ما يرام؟ وعلى الرغم من كل شيء، ألقى الزوجان نفسيهما على الشاطئ مرة أخرى. ولحسن الحظ، فإن القتال لم يندلع، حتى أنهم يستمتعون. هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها ديلان تتمتع بمثل هذه المتعة الصادقة والصادقة. ماذا يعني هذا؟ بدأت تشعر بالارتياح حول باران. الكلمات الصغيرة اللطيفة لبعضها البعض تخفف من العلاقة بين الزوجين. كما قلنا، ديلان وباران عنيدان أيضا. أستعد لرؤية الثنائي في أروقة المحكمة.